ووصف العثماني أيضا انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بالحدث الهام، مؤكدا على الإشارة البليغة التي شهدتها هذه الانطلاقة عبر تلقي الملك محمد السادس للقاح، ما يمنح الثقة للمواطنين. أريد أن أقف عند الحدث الهام الذي شهدته بلادنا يوم الخميس الماضي من خلال تفضل جلالة الملك حفظه الله بإعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة التلقيح ضد كوفيد-19، وذلك بعد توصل بلادنا بمجموعة من الدفعات التي مكنت من إطلاق هذه الحملة في أحسن الظروف. وإن إقدام جلالة الملك حفظه الله على أن يكون أول من يتلقى اللقاح وإشارة بليغة لتحفيز المترددين، وأيضا إشارة بليغة إلى كل المشككين في جدوى اللقاح أو في سلامته. وكانت بلادنا قد قامت بتعبئة كافة الإمكانات البشرية والمادية واللوجستيكية والتنظيمية لإنجاح هذه العملية المهمة، والتي ستكون كما أمر جلالة الملك حفظه الله مجانية لفائدة جميع المواطنين. ولا شك أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يشكل محطة أساسية في مواجهة الجائحة، سيمكن إنجاحها بحمد الله إن شاء الله من تحقيق التقدم في مكافحة هذا الوباء وفي محاصرته، وذلك بالموازاة مع الإجراءات الأخرى التي اتخذتها بلادنا والتي يجب أن تبقى مستمرة، وهي الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية سواء كانت فردية أو كانت جماعية. يجب أن نستمر في التعبئة في هذا المجال وألا نتهاون وألا نتراخى، ما نتهونوش، وخبدنا اللقاح خصنا نبقاو مستمرين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية الضرورية سواء كانت فردية أو كانت جماعية. وهي مناسبة بطبيعة الحال باش ننوه بالمقاربة اللي اعتمدتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك، والتي مكنت من تحقيق إنجازات ونجاحات متراكمة ومتوالية في مجال تدبير الجائحة وإنجاز عدة أمور إيجابية لمصلحة المواطنات والمواطنين ولفائدة الوطن ولفائدة الاقتصاد الوطني واستثمار الفرص أيضا التي تتيح هذه الجائحة، لأن الجائحة صحيح فيها بزاف ديال كتأدي بزاف ديال المشاكل والمفاسد والأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا تفتح فرصا كثيرة بدأت بنادنا في استثمارها. وهذا كله كيطلب منا جميعا الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية بدل النزوع إلى منحى التبخيس والتيئيس كما ذهب إلى ذلك البعض مع كامل الأسف. هناك نجاحات كثيرة متتالية، قصص نجاح ترددها اليوم الدوائر الإعلامية والخبراء العالميين، فيجب أن نفخر بها ونعتز بها ونعرف بها، وليس أن نقوم بالخطاب المعاكس في تبخيسها حيث كنضروا روسنا وكنضروا بلادنا، وهذا غير معقول.